دلوقتي تعالوا نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وده بمقر الجامعة المصرية اليابانية بالإسكندرية. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه استعدادات الجامعات لامتحانات نهاية العام الجامعي 2023-2024 ومواعيد إعلان النتائج، بالإضافة لمناقشة تفاصيل مشاركة وزير التعليم العالي في عدد من الاجتماعات مع عدد من السفراء لبحث تعزيز التعاون والتبادل العلمي والبحثي. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 35 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة ليفربول مع ويست هام في تمام الساعة 2:30 ظهراً، ومباراة مانشستر يونايتد مع بيرنلي في تمام الساعة 5 عصراً، ومباراة أستون فيلا مع تشيلسي في تمام الساعة 10 ليلاً. لعشاء الكرة المصرية كمان موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 20 من عمر الدوري المصري، هيلتقي بلدية المحلة مع زاد في تمام الساعة 5 عصراً، وفي تمام الساعة 7 مساءً هيلتقي الجونة مع الاتحاد السكندري.